مريم جافيني كل هالجفا. أنا حبيتك وحبيت الدنيا كلها كرمالك. تعبت لحالي بحاجتك تكوني جنبي. بلاكي ضايع، حياتي كلها ما لها معنى من دونك. قديش كانت أيام حلوة يا الله. يلا يا حسان، الغدا صار جاهز. وإذا تأخرت تكة واحدة يا سيدي رح أهجم على الأكل مثل الغول، ها، لأني مخور من الجوع. لا طولي بالك، قولي يا رب، قولي يا رب يا بنتي، قولي يا رب. تعيني ان شاء الله. خيلتيني ولك بنتي؟ لا تؤاخذيني خالتي، بس والله مو بايدي. يا رب يا حنان يا منان يا معافي، اتعافي بنتي مريم يا رب، بنت رويدة يا رب. يا إلهي، أنت الغفور الرحيم يا رب. يا حنان يا منها، تعافي وتشافي بنتي مريم بنت رويدة يا الله. يا الله يا الله، تترقب فيها يا رب، أنت الغفور الرحيم يا رب. يا رب الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين. الله يعطيك العافية يا رب. يا كريم تعافيها يا رب، يا كريم انت ما لنا غيرك يا رب، ما لنا غيرك يا رب، ما لنا غيرك يا رب. شرفي شرفي، طمنينا ضمنك على احبابك. طمنينا ست نعيمة، شو صاير مع البنات؟ طولوا بالكم، طولوا بالكم. عدي تقبريني، عدي طولوا بالكم. اول شيء اعطوني كاسة مي، كتبوا كاسة مي جيبولها لست نعيمة. شافريه يا جماعة. خير يا ست نعيمة، شو صاير؟ مشان الله طولي بالك، بوسي ايدك، قولي لي شو بهالبنت. بس اشرب كاسة مي. تفضلي تقبريني، تفضلي تفضلي. بسم الله. اي والله بسم الله، دائما وابدا. يا سلامتي عليك يا بنيتي، الف صحه. الحمد لله يا رب العالمين. طمنينا ست نعيمه، طمنينا. الحمد لله، ولي علي حامله حمل جبال. يا على طول عليك يا اختي. ابلى عليك يا ست الصبايا، سلام قول من رب الرحيم. الله يحم عليك يا مريم. ان شاء الله بتقبريني. وشو اسباب هالحمل هاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حسد وضيقة عين يا بنتي، حسد وضيقة عين. قولي على قامتي، حسد وضيقة عين؟ ومنو هدول اللي حاسدين وضيقانة عينهم عليها اللي ما بيخافوا الله؟ يا رب تقدرني على فك المكتوب للبنت يا رب، وأعرف المستور يا رب. الله وإيدك يا ست نعيمة، بس إمتى؟ الشغلة بدها وقت يا بنات، بدها وقت. لأنه اللاعبين هاللعبة لعبة شيطانية ومتقصدين يأذوا البنت. ولي على قامتهم، إن شاء الله إلهي القبر لعيونهم. يبلاهم بالعمى يا حق. والعمل هلأ ست نعيمة، كيف بدنا نلحق البنت؟ بوس إيدك. استغفر الله يا أم طالب، استغفر الله. بس بدكم أول باشتان أوعكم ترفضوا لها أي طلب لتطلبون، كان كبير أو صغير. ما منعاندها، الله وكيلك. خلاص، لأنه ممكن تعمل بحالها شيء لا سمح الله تروح فيها. خلص تقبريني، ما رح نجبرها على شيء ابدا. اعوذ بالله، شو نجبرها؟ قولي علي عليك يا اختي. وبعدين يا ست نعيمه، بدي احاول اعرف شو العمل اللي معمول، بعدين الي حكي الثاني. بسرعه تقبريني، يطعمك زياره النبي بسرعه. اي والله يا ست نعيمه، بعد اذنك، البنت ما بتستاهل الا كل خير. أمي يا أمي، مريم تقبل
مريم بعدين يا هم بعدين. بإذن واحد أحد دعيتي الحمد لله خففت عنا الثقل. يا رب يا رب من عندك. من شغلة السجاجيد هو واحد ما في غيره ورا كل هالبلاوي. اللي عم تحكيه مزبوط عمي وأنا بأيدك 100%. فعلا هاد اللي عم وجه لك الضربات كلها هو شخص واحد، ولعلمك هذا مستقصدك كزعيم مو كشخص عادي أبدا. ايوه الحق معك، المصايب نزلت فوق راسي من يوم تنصيبي كزعيم. مشان هيك يا عمي انت لازم تروق وتطول بالك وما تتصرف اي تصرف ما بيليق فيك كزعيم كبير. انت تريك هذا الموضوع على الله وعلي، خليك متفرغ لشغلك. لا اله الا الله محمد رسول الله. لك كيف لك عمي كيف لك؟ ناري وغلي وغيرتي ما عم بيخلوني ارجع لشغلي قبل ما اعرف مين اللي عم بيصب علي الضغينه. لك انا ابو طالب الانوات اللي بعمري ما سمعت لحدا يدوس على طرفي، هيك ببساطه تستباح حرمه بيتي وشغلي وديوان زعامتي وضل ساكت؟ لا عمي نحن ما رح نسكت بالمره، قلت لك تريك هذا الموضوع علي الا اذا مالك واثق فيني. واثق عمي واثق، بس مو قبل ما اعرف مين غريمي. عمي انا ما رح اترك هذا الموضوع الا لاتوصل للفاعل، ولعلمك صار خصمي مثل ما هو خصمك، لاني ما بستبعد ابدا يكون هو سبب أزاي مع مريم. ايوه وانا حاسس بهالشي. مشان هيك يا عمي لازم تلتزم صبرك وهدوءك مشان تحفظ قيمتك قدام اهل الحاره. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عن كل كرب عظيم. انس تشرفت يا ابو طالب. الله يديم يا جماعه تفضل. شرف الله يلا شو شرف هون عمي طالب ليش مفكر بهالحاله؟ اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. يلا سموا بالله وكلوا لانه الملوخيه اذا بردت ما عاد طيبه ابدا. يا رب الله يديمك يا عمي ابو طالب. الله يعزك. هذا صحنين. ايه خليني اسكب لك انا. شو معبدوه حدي؟ لا معلش انا سبقتكم. ايه مثل ما بدك. بس لا تواخذني بهالكلمه يا ابو طالب، البيت والقعده والاكل مو حلو بلا مريم. ايه وصلاه محمد بسيطه عمي ما لها مشكله الا ما الله يفرجها. بعدين انا مقدر وضع مريم منيح مثل ما سبق وقلت لك، رح ضل استناها لاخر العمر. بارك الله فيك عمي، وانا كمان ما بخبي عليك. تفضل. مريم مو بحالها لا بحالها، بدنا نصبر عليها لازم كلياتنا نتحملها. الله يفرجها احسن شيء يا عمي. امين يا رب. تعرف لك عمي حسان انا ما عاد استغرب اذا طلعت شغله مريم بفعل نفس الشخص اللي حاط بابه بدارنا مثل ما حكيت جنابك. مزبوط عمي، بس هلا خلينا على اتفاقنا، يعني خلينا مطولين بالنا لبين ما يبين معنا اي شيء وصلنا للحقيقه. ان شاء الله يا رب. بسم الله. يا عم يا بيحيى شرف تفضل. مو وقت عمي طاهر، جهز لي حالك ومثل الطير الطاير بتجيب سيفه ولعند السيد حسان على بيته. ايه خلص ما تقول الا صرنا عند منه. برافو عليك، يلا خاطرك. الله معك مع السلامة. لا يا ابا لا، لا الله يطول بعمرك. انت اخي وحبيبي ونور عيوني. انت ما بتقبل تزخرني قدام موصف الطابو؟ لا لا يا اسعد. شايفني هربان من وعدي لك؟ مو هيك القصد يا آغا، مو هيك القصد، بس القصة زادت عن حدها كتير. ليش تنصب الزعيم وراح أبو طالب للجهنم الحمراء يلي تركب راسه وقلت لك لا؟ بس يوم هوعتني آغا يتنفذ الموضوع بسرعة أنا قلت لحالي لا ما في داعي، الآغا أخونا وحبيبنا ما في داعي يضغط عليه ابنه، بس وقت اللي بقله بده ينفذ فورا. يا سيدي رح يتم الموضوع وبأي لحظة. شلون رح يتم بأي لحظة يا أغا؟ الله يطول بعمرك، وانت عم تقلي ما رح يتم نقل المال كاني إلا بعد ما يتبدل المخفر. ليش قديش بده تبديل المخفر؟ سنة؟ والله ما بعرف، بس أنا عم رتب الأمور. وترتيب الأمور قديش بده؟ سنين وشهور يعني؟ كلها كم يوم؟ ما اختلفنا يا أغا، أنا عم بحكي عن اتفاق. يا سيدي وأنا كمان ما بتراجع عن اتفاقي. هل عجل تبديل المخفر؟ ووعد مني إلك بليلتها بالضبط بتكون مالكاني باسمك. ولو أغا ذكرك شو قلت لي؟ ما قلت لي بدي نقلك المالكاني لاسمك بعد فضيحة السجاد تبع الطالب
وصار تفتح السجاد وما نقلت المالكانة. وشو بيضمن لي هلا؟ بس بدي المخفر انك تنقل لي المالكانة على اسمي. اه وحياة شواربك وشواربي على الغالي، ما بتراجع عن وعدي لو على موتي. ماشي شواربي. ماشي يا اخا. وبيني وبينك انا تقصدت هالشي حتى تخف ايدك بشغلة المخفر. على عيني تكرم عيونك اغا. بس ما تنسى لي قصة رئيس المخفر، لازم تشتري لي اياه هو وكم عسكري عشان يشتغلوا لحسابي وبمعرفتك انت. بس يكون هالشي قبل جيتون على الحارة. ها طمن بالك اغا، حط لي ايديك ورجليك بمي باردة، هذا الامر رح يتم. بس ادى حالي بيني وبينك، اذا كان تم هذا الامر لازم نعمل حفلة مطنطنة بالمالكانة. هاي مقدورة عليها يا سعد بيك، بعدين المالكانة راح تصير ملكك، شو ما بدك تقدر تساوي فيها. أبوه يا أغا، أبوه كريم ابن كرام. بس هذا الحكي بدي اياه يصير بكامل الحرص والسرية. انت لا تاكل هم سيد حسان. لا توصي حريص سيد حسان. ماشي، وبحال شفتوه دغري بتجوا بتخبروني. علم عم حسان علم. وهي الخدمة أولا وأخيرا لعمكم أبو طالب يلي بتضلوا بتقولوا بتفدوه برواحكم. بالعيون والكيان يعلم الله. لكان وبالنسبة لموضوعنا اللي حكينا فيه من قبل، بجوز هالزلمة هاليومين الثلاثة ينزل على السوق بتلتقي فيه وبتشوف شغلك معه، كمان تجي بتخبرني. اعتبرها صارت. مين؟ تحية بفتحي. جاي. أهلين يا بي. الله ينتهي من الأغا ومن أخوه ومن كل حاشيته. لا تقول يا بي أنه عرف بقصة الهريبة. لك لا يا بنتي، لو عرف كان أبوك هلا عند الرفيق الأعلى. بعيد الشر عن قلبك يا بي. لكن شو القصة؟ شافني عم بحكي أنا ورمضان من شان موضوع الهريبة. يعني عرف بالقصة؟ لك لا يا بنتي ما عرف، لو عرف كان طعم لحمي للكلاب. بعيد الشر عن قلبك يا بي. طيب وبعدين؟ عاقبني، خلاني احصد دف كامل لحالي. قال شو مشان ما عاد احكي مع رمضان. الله لا يوفقه. اخ والله تملخت ايدي يا بنتي. يبعث لي حمى عليك ان شاء الله. ايدي ولا ايديك يا بي. المهم بنتي طمنيني، شو صار معك؟ أمحى ولا شعيري؟ أمحى يا بي أمحى. صلاة محمد. وعرف شو بدي منه من قبل ما أحكي؟ ومعه الخمس ذهبيات؟ إيه نعم. يلا رح قوم حط لك لقمة تاكلها، أكيد مخور. شو عاملة لأكلك بنتي؟ عاملة الأكلة اللي بتحبها. لا تقلي لي طيور مشوية. إيه نعم. لك منين الطيور لك بنتي؟ هلا خليني حط لك الأكل وبعدين بنحكي كل شيء. عن إذنك يا بي.